قام محافظ القاهرة خالد عبد العال بجولة تفقدية بنفقي الأزهر لمتابعة سير الأعمال بهما والوقوف على حالاتهما الفنية والإنشائية. وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة غرفة التحكم المركزية المزودة بشاشات وأجهزة تعمل آليا للتنبيه عن أي حوادث أو أعطال فنية داخل النفق للتعامل الفوري معها. وأشاد محافظ القاهرة بمنظومة العمل داخل النفقين، خاصة الحرص على عمل الصيانات الوقائية للحفاظ على جسم النفقين وأنظمة التشغيل بهما. تضم منظومة العمل نفقين، طول النفق الشمالي 2610 أمتار وطول النفق الجنوبي 2640 مترا بقدرة استيعابية تبلغ 2000 سيارة في الساعة لكل نفق، بمتوسط 40,000 سيارة يوميا من اتجاه شارع صلاح سالم إلى منطقة وسط البلد والعكس.